بالختام معك أستاذ خالد، إذا ما تحدث الأستاذ محمد الفداني بتغير في المواقف الدولية في التعامل مع الجيش السوداني، برأيك هل سيكون له أثر في تعامل أو تغير مواقف دول داعمة لميليشيا الدعم السريع، أم أن الدول الداعمة ستظل داعمة؟ نعم، الدول الداعمة ستظل داعمة، حتى المواقف الدولية الداعمة للقوات المسلحة السودانية مواقفها ضعيفة جدا جدا ومتبادلة ما بين الحين والآخر. أما الشيء اللي احنا عاوزين نثبته نحن كشعب سوداني وكقوة داعمة للقوات المسلحة السودانية ومهتمين بالشأن السوداني، نحن بنقول إنه الرأي رأي الشعب السوداني ورأي الحكومة السودانية ورأي الجيش السوداني. التصريحات اللي طلع بها مالك عقار دي تصريحات تمثل كل مواطن سوداني وبتمثل القيادة في الدولة السودانية، لأنه هو الرجل الثاني في الدولة وحديثه بيكون بمثل كل القوى السياسية، كل القوى داخل الحكومة السودانية. فالإمارات نشطت في الأيام السابقة لأنه خلاص قاب قوسين أدنى، نحن نتكلم عن أنه الجيش في تقدم والجيش في انتصارات، والجيش إن شاء الله في الأيام القادمة حيشهد انتصارات كبيرة جدا جدا، حتى في دارفور إنه جنجويد خلاص غاب غوصين أو أدنى في منطقة الفاشر، هم مثل بيحاصروا بيضغطوا في الفاشر لأنه خلاص هم دي زي ما نسميها نقول فرفرة مذبوح. لكن إن شاء الله الجيش منتصر، والرأي رأي الشعب السوداني ورأي الحكومة السودانية تمثل في البرهان وأتباعه. يعني هل نعم. هناك خطة كاملة لمنطقة دارفور؟ لأن الآن منطقة دارفور كما تعرف كلها تحت يد الدعم السريع إلا مدينة الفشر. نعم، اليوم القوات المسلحة السودانية ألقت خطابات عبر الطائرات للمواطنين في جنينة وفي نيالة الابتعاد عن تجمعات وتمركزات الدعم السريع ولضربهم. إن شاء الله الأيام القادمة حيكون أيام عصية، أيام تكون صعبة على الجنجويد، والجنجويد بيطلعوا عوائلهم خارج السودان، بيطلعوا بجوازات في دولة جارة عشان يطلعهم خارج السودان. لكن الحمد لله الجيش إنه اليوم أسقط كثير من الخطابات في أحياء نيالة وفي جنينة، يعني ابتعاد المواطنين من تمركزات الدعم السريع، وفي قوات مشاه إن شاء الله معدة لها، وعدت قوات خاصة توزع في كل أحياء وكل مدن نيالة والجنين إن شاء الله في الأيام القادمة بإذن الله. قوات خاصة، الجيش عنده استراتيجية بوضع جديد إن شاء الله في الأيام القادمة، قوات خاصة من أبناء هذه المناطق أنفسهم. نعم، سينتشرون في هذه المدن، يعني نتحدث عن عملية تحرير واسعة. واسع، نعم. أستاذ خالد محمد ود العيسر المحلل السياسي، أشكرك بشدة على التواجد معي في هذه الحلقة، وأشكرك على كل هذه الإفادات. بشكل كرام بنهاية الملف السوداني جينا لنهاية هذه الحلقة من برنامج في المنتصف، إلى حلقات جديدة ومتابعات لكل ما هو جديد في العالم العربي والإسلامي. أنا عمرو ملكي، أحييكم، دمتم في أمان الله.